السلام عليكم. من أفضل الطرق لتجديد نضارة البشرة، سواء بشرة الوجه أو بشرة الرقبة أو بشرة اليدين أو بعض الندبات الجراحية أو الندبات التي تشكلت نتيجة حدوث حروق بسيطة أو جروح بسيطة، تعتبر الطريقة التي تقول بإيهام الدماغ بوجود أذيات موجودة في البشرة التي نريد أن نرممها، نوهمه أن هناك أذية ما صارت في هذه المنطقة، وبعدها يتم توجيه الدماغ لهذه المنطقة بتصنيع الكولاجين أو تحفيز الخلايا التي تصنع الكولاجين، وخصوصا في مرحلة الشيخوخة أو الكهولة على الأقل. وأنا أتكلم هنا عن الوجه، بشارة الوجه أو نظارة الوجه. يوجد هناك أداة بسيطة ميكانيكية تسمى الديرما رولر، يعني إذا أردنا أن نترجم ديرما رولر معناه المدحم الجلدي، عبارة عن أداة أو آلة بسيطة تحوي على رؤوس مدببة، ممكن مصنوعة من أنواع معينة من المعادن، وأفضلها بلا شك هو التيتانيوم الذي لا يصدأ. هذه الأبر الناعمة الصغيرة، طبعا هذا المدحم يختلف عدد الرؤوس الحاوية على هذه الأبر الناعمة بين 100 و1000 رأس، ويمرر هذا الجهاز أو هذه الأداة تمرر ما بين 10 إلى 20 مرة أسبوعيا يكفي لمدة 6 أشهر إلى سنة كاملة، يتم تجديد البشرة خلالها بشكل رائع. أنا أنصح بالديرما رولر.